بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب الله ومجتباه، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميمين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد، الحمد لله الذي جمعنا مثل هذا الاجتماع المبارك في هذه الليلة المباركة، الليلة الزهراء التي أمرنا فيها النبي عليه الصلاة والسلام أن نكثر فيها من الصلاة عليه، ونحن يستقبلنا يوم أغر، يوم الجمعة الذي جعله الله تعالى أفضل أيام الأسبوع، فناسب أن يذكر فيه أفضل الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. ونحن كذلك أيها الإخوة في ليلة نجتمع فيها مع دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، دالين على الله، آخذين بيد الخلق إلى الله سبحانه وتعالى التي هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن من كرم الله تعالى وفضله ومنه ورحمته بهذه الأمة المرحومة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام، أن جعل الله تعالى من أبناء هذه الأمة وأتباع سيد هذه الأمة من يتولى هذه المهمة. فأكرمنا الله تعالى في هذه الليلة معكم في لقاء، أسأل الله تعالى أن يتقبله منا ومنكم جميعا، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا كما جمعنا في الدنيا في مثل هذا المجلس، أن يجمعنا في حضرة الحبيب المصطفى والنبي المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكرمنا الله تعالى بالنظر في طلعته البهية وبالنظر في وجهه الأزهر عليه الصلاة والسلام، وأن يكرمنا سبحانه وتعالى بأن نجلس بين يديه ونسمع صوته ونتحدث معه ونشرب من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. جمعنا الله سبحانه وتعالى في هذا المجمع المبارك لنكون بين يدي علم من أعلام هذه البلدة، سماحة الشيخ المفتي الدكتور إبراهيم أبو محمد حفظه الله تعالى وبارك لنا فيه، وجعل نفعه في هذه الأمة مقبولا عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك فضيلة الداعي إلى الله سبحانه وتعالى الذي جاءنا من بلاد بعيدة، وإنما جاء إلينا هنا لينشر نور النبوة ونور الرسالة، وليأخذ بأيدينا نحن جميعا بعون الله تعالى وحوله وقوته للسير إلى الله سبحانه وتعالى، ولينقل لنا أنوار تلك البلدة التي خرج منها كما خرج آباؤه وكما خرج أجداده من قبل، وانتشروا في مشارق الأرض ومغاربها دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، حملة للواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلالون على بضاعة الحق سبحانه وتعالى، انتشروا في مشارق الأرض وفي مغاربها من تلك البلدة المباركة، بلدة تريم في بلاد حضرموت في بلاد اليمن، انتشرت أنوار تلك الدعوة المباركة، ولا تزال هذه الدعوة تنتشر أنوارها شرقا وغربا. فكانت من مظاهر ومن آثار تلك الدعوة المباركة أن دخلت بلاد كبيرة في الإسلام، كبلاد أندونيسيا وشرق آسيا، وبلاد كذلك شرق إفريقيا وغيرها، وبلاد الهند وغيرها من البلاد، حيثما ذهبت إلى هذه البلاد وجدت آثار هؤلاء الذين خرجوا من تلك البلدة وخرجوا من بلاد حضرموت دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، تجار الآخرة يأخذون بيد الناس إلى الله سبحانه وتعالى. فكان لنا نصيب معكم أيها الإخوة في هذه البلدة التي هي أقصى البلاد، كان لنا نصيب من ذلك النور، وكان لنا نصيب من تلك الدعوة المباركة، وكان لنا نصيب من رجالات تلك الدعوة المباركة. وقد حل علينا ضيفا من قبل، سيدي الحبيب عمر حفظه الله تعالى ورعاه وبارك فيه وفي جهوده وفي طلابه وإخوانه وأحبابه ومحبيهم،
أكرمنا الله تعالى أن زارنا في هذه البلدة بفضل الله تعالى مرتين، وهذه نعمة عظيمة من الله تعالى. هؤلاء حيثما حلوا تحل البركة وتحل الهداية وتحل أسباب التوفيق وتنفتح الأبواب أمام الصادقين الراغبين في السير إلى الله سبحانه وتعالى. فجاءوا هؤلاء مفاتيح للخير مغاليق للشر، يفتحون أبواب الخير ويصدون أبواب الشر في هذه البلاد، واستمرت هذه الدعوة، وأكرمنا الله تعالى في هذه المناسبة بزيارة سيدي الحبيب كاظم الثقاف حفظه الله تعالى، علم من أعلام تلك الدعوة ومن الذين لهم دور كبير في الدعوة إلى الله تعالى في تلك البلاد وفي سائر البلاد، وخاصة له زيارات كثيرة في بريطانيا وفي غيرها وفي جنوب أفريقيا. وقد أكرمنا الله تعالى بجهد بعض الإخوة الأفاضل جزاهم الله تعالى خيرا، أكرمنا الله تعالى وأنحضينا به في هذه البلاد. فأحيل الكلمة إلى سماحة المفتي الدكتور إبراهيم أبو محمد، ثم تحال الكلمة إلى ضيفنا العزيز. جزاكم الله تعالى كل خير، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نتوسل بك إليك، ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك فتقبله منا، وما كان حظ نفوسنا فتوله عنا، واجعله لك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أسعد بلقائكم، وأسعد بما كان سبباً لهذا اللقاء سماحة الشيخ حبيب كاظم الثقاف، الذي حل على البلاد ضيفاً كريماً يحمل معه قبساً من نور النبوة. وأشكر لأخي وزميلي سماحة الشيخ عبد المعز أن كان سبباً في لقائي بكم هذه الليلة المباركة، فلم أكن على علم أن الشيخ هنا. ولئن كان للشر امتداد في عمق الزمان والمكان، فقد اقتضت سنة الله أن يكون للخير امتداد في عمق الزمان والمكان أيضا. فكما أن لأبي لهب وأمية بن خلف امتداد في عمق الزمان والمكان، فكذلك لرسول الله امتداد في عمق الزمان والمكان. نوره لم ينقطع، وسند النبوة الذي حمل إلينا هذه الرسالة لا يزال يشع بأنواره على ألسنة بعض من اصطفاهم الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا. أتذكر مقولة للإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه، يقول: إن الأرض لن تخلو أبدا من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشكورا وإما خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة فاستلانوا ما استوعره المترفون، وآنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. ثم قال الإمام كرم الله وجهه: آه شوقا إليهم. وقرأ قول الله تعالى: ومن أحسن قولا
ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيها الإخوة، ضيفنا ممن حفظ الله بهم حججه وبيناته على الأرض، ومن نعم الله علينا ونحن في آخر العالم أن يصلنا أهل الصلة بالله وصلهم الله، فنحن هنا بعيدا عن الأعين، وربما بعيدا أيضا عن العقول والأفكار، لكن أهل الصلة يصلون الغرباء الذين يحتاجون إلى من يتفقد أحوالهم ولو بسؤال عن الحال. ضيفنا أكرمه الله وأسعده وفتح له قلوب المحبين، لم يكتفي بالسؤال عن الحال، لم يكتفي بالتفقد بالكلمة، وإنما تحمل مشقات السفر وعناء الطريق الطويل ليجلس بينكم اليوم وليتحدث إلينا ولنحظى منه بمزيد من العلم وبمزيد من الشرف، ولنقتبس منه بعض أنوار النبوة التي حملها من الجزيرة العربية التي شعت منها أنوار التوحيد. أظن وبعض الظن حق أن حظنا وافر، وأن نصيبنا إن شاء الله عند الله كبير، وأظن أن رحمة الله تتداركنا بين الحين والحين بزيارة عالم جليل يجدد هنا بيعتنا لله ويجدد بيعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمسح عن الروح ما علق بها من أضرار، ويمسح عن النفس ما علق بها من أمراض، ويجدد صلة القلب المعنى بالحق تبارك وتعالى. أعتقد أنها نعمة يشكر عليها رب العالمين حين يتذكرنا أهل العلم ويأتون إلينا ليتحدثوا فينا وليجددوا معنا رباطنا بالله تبارك وتعالى. والنفس كما تعلمون تعلو وتهبط، تسمو في السماء وتسقط أحيانا في الوحل، فتحتاج إلى من يغسل عنها أضرانها، وربما كان الدواء المحلي يفقد تأثيره في بعض الأحيان فنحتاج إلى دواء من الخارج. الحمد لله الذي لم يترك عباده المرضى بلا دواء، وأن من سنته سبحانه وتعالى أنه ما خلق داء كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وخلق له دواء، ما خلق الله داء إلا وخلق له دواء. فنحمد الله تبارك وتعالى أن جاءت إلينا من صيدلية النبوة هذه الباقة الممثلة في هذا الشيخ العظيم الكريم ليقدم إلينا دواء القلوب ودواء العلل في النفوس البشرية، وليربط بين قلوبنا وبين القلب العظيم الذي عرف ربه على أصدق وجه وبأقوى دليل، وقدم للدنيا ما لم يقدمه بشر هو قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان جديرا بأن يصلي الله عليه. ويعني أعجبني أنكم تقولون هنا اللهم صلي، يا رب صلي على محمد، يا رب صلي على محمد. هذه الصيغة في حقيقة الأمر الله يقول لنا صلوا عليه وسلموا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله يقول لك صلي، فكيف ترد أنت وتقول صلي أنت يا رب؟ كيف ترد وتقول صلي أنت، يقول لك صلي عليه وسلم فتقول صلي أنت وسلم؟ كيف؟ كيف؟ هذه الصيغة
هي من أحكم الصيغ في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك أيها الإخوة، لأن الصلاة على رسول الله ما دام الله يصلي عليه فالصلاة عليه تمتد من الأزل اللامتناهي ثم تظل إلى الأبد اللامتناهي، وبين الأزل اللامتناهي بلا بداية وبين الأبد اللامتناهي بلا نهاية يقف الإنسان ضحلا صغيرا هينا. ماذا ستكون صلاته على رسول الله الذي صلى عليه ربه؟ لا شيء، لا نعرف قدره، لا نعرف قيمته الحقيقية. نعرف بقدر طاقتنا، نعرف بقدر احتمالاتنا، فقلوبنا كأجهزة الكهرباء تستقبل من الطاقة ما يمكن لأجسادنا أن تتحمله، لكن طاقة النور في النبي العربي محمد صلى الله عليه وسلم بلا حد ولا عد، ولذلك نحن لا نعرف قدره. فكان من الأدب أن نفوض من يعرف قدره ليصلي عليه، أن نقول صل أنت يا رب عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. كان من الأدب أن نعيد الصيغة إلى الله جل جلاله ليصلي هو نيابة عنا. والصلاة من الله نيابة عنا فيها شرف لنا، لأنك فوضت الله أن يصلي، فهو يصلي بلسانه نيابة عنك، فكيف تكون الصلاة؟ وإذا كان المصلى عليه بلسان الحق ولسان الخلق هو النبي العربي محمد فكيف يكون قدره؟ ولذلك نقول في صلواتنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. أيها الإخوة، أستشعر أن بركة النبي صلى الله عليه وسلم تحل بنا الليلة، وأستشعر أنه ينظر إلينا من وراء حجب الغيب معجبا ومشفقا بنا، يحمل إلينا كل الحب ويحمل إلينا كل التقدير، ويرجونا ألا نخزيه في سفرنا، ألا نخزيه في غربتنا، أن نكون نماذج مشرفة له صلى الله عليه وسلم بين أهل الدنيا من البشر العاديين الذين لم يعرفوا محمد ولم يؤمنوا به. أنت سفير لهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، شئت أم أبيت تحمل رسالته إلى الدنيا كلها، ورسالته هي الرحمة للعالمين، فكن جزءا من هذه الرحمة، وكن جزءا من هذا النور، وكن جزءا من هذا الأدب الرفيع العالي، أدب النبوة في مجتمع المهجر. وأظن وبعض الظن حق أن أدب النبوة المتمثل في أتباع النبي محمد في مجتمع المهجر جدير بأن يكون دعوة بالحال لا بالمقال، وأن يكون لافتا للنظر، وأن يكون موضع الإعجاب والتقدير من غير المسلمين، وأن يشيروا بكل التألق إلى أن هذا هو تابع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أهنئكم بهذه التبعية، وأهنئكم بالضيف الكريم، وأهلا به وسهلا تستقبله قلوبنا قبل أن يستقبله المكان، شرفت به استراليا وأنارت به القارة، والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله
الذي شرفنا وإياكم سبحانه وتعالى بالرسالة الخالدة الرسالة النبوية المحمدية رحمة الله سبحانه وتعالى للعالمين، أعظم نعمة على الأخلاق أنقذها في قلوبنا سبحانه وتعالى الإيمان به والتصديق والتوحيد المولى جل جلاله وتعالى في علاه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرسخ هذا الإيمان في قلوبنا حتى نتذوق حلاوة الإيمان التي أشار القرآن إليها في قوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه حقائق الإيمان التي تعمق في بواطن المسلمين وترسخ في بواطن المؤمنين. إذا رسخ الإيمان في القلوب وجاء النور الإلهي الرباني امتد الإنسان من بحور محبة الله ومن بحور محبة نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه، وعرف أن أعظم نعمة على الإطلاق أن يكرمه المولى سبحانه وتعالى بالموت على هذا الإيمان، بالموت على هذا الدين، حتى يلقى محبوبه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ويتنعم النعيم الأبدي العظيم الكريم في جوار المحبوبين عند الله. هذه أعظم نعمة على الأطلاق، هكذا أشار القرآن إليها في قوله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. جاءت الآية: ذلك الفضل من الله، أي لا يوجد فضل أعظم عند الله من أن يميتك على الإيمان ويرافق بك نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فتكون أنت مرافقا لهذا الرسول الكريم في أعلى درجات القرب من الله، أعلى درجات المحبة لله سبحانه وتعالى. فالحمد لله على هذا الإيمان وعلى هذا الإسلام، ونسأله أن يرسخه في قلوبنا إن شاء الله وفي قلوب الأجيال القادمة إلى يوم القيامة، يرسخ هذا الإيمان رسوخا حقيقيا كاملا نعرف به سر الحياة. برسوخ الإيمان يوجد النور، وإذا وجد النور في القلب أدرك الإنسان سر هذه الحياة وأنها حياة منقضية فانية منتهية، لا يوجد فيها شيء سوى طاعة الخالق العظيم سبحانه وتعالى، سوى التلذذ بمحبة الخالق العظيم جل جلاله وتعالى في علاه. وهذا النور من أين يأتي؟ كما سمعنا في كلام الدكتور والمفتي حفظه الله وكما سمعنا في كلام الشيخ، هذا النور يأتي من ارتباط القلوب، عندما يربط القلب بأتقى قلب لله، قلب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، نربط قلوبنا معنويا. نحن الآن عندما نذكر المصطفى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يأتي ارتباط معنوي بهذا القلب النوراني الكبير، ويأتي اتصال معنوي بهذا القلب الرباني العظيم الذي مليء بأنوار القرآن والرحمة للبشرية كلها، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تذكر أنت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم تحصل على بركة ذكرك لرسول الله، تحصل على بركة ذكر رسول الله لك، فأنك إذا ذكرت رسول الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وصل إلى قلبه الشريف آثار ذكرك للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كما إذا ذكرت مولاك سبحانه وتعالى فإنك تحصل على أثر ذكر ربك لك، فإنك تذكر الله ويذكرك المولى جل في علاه. نحن نذكره ونحن في هذا العالم المحدود، نحن مخلوقون في هذا العالم المخلوق نذكر الخالق العظيم، فيأتي ذكر الله لك جل جلاله وتعالى عظمته بالرحمة المطلقة، وتأتي ذكر الله لك بالعطاء المطلق وبالسعادة الأبدية السرمدية. لذلك دائما يا أخواننا نتذكر دائما وأبدا ونذكر أخواننا بالنعمة العظيمة، نعمة الإسلام والإيمان، كيف نتشبث بها. نحن مارون في هذه الحياة 60 سنة أو 70 سنة كما روى الإمام الترمذي عن ابن مسعود بسند صحيح، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أعمار أمتي من 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك، قليل من يجاوز 70 و80 ويصل إلى 100، أفرادا معدودين من البشرية يتجاوزون 100، أكثر معترك المنايا في هذا السن. وهذه فرصة كبرى بل هدية عظمى من الله أن قذف في قلوبنا وقلوبكم الإيمان. دائما نحتاج إلى نرسخ إيماننا، ليس كإيمان الصحابة، إيماننا ليس كإيمان الكوكب البشرية الأولى من البشر التي تعبد الله سبحانه وتعالى كأنها ترى الخالق العظيم. دخل المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كما روى الإمام ابن عساكر إلى مسجده، ووجد رجلا من أصحابه يقال له حارثة بن سراقة، كان مستلقيا في المسجد بين النوم واليقظة، فدخل المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم فوكز هذا الرجل، فانتبه الرجل الصحابي الجليل، فسأله النبي ابتداء: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا يا رسول الله حقا. وزاد كلمة حقا، لو قال أصبحت مؤمنا بالله لكفى، لكنه قال أصبحت مؤمنا بالله حقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر يا حارثة ماذا تقول، إن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ ما هي حقيقة هذا الإيمان؟
فذكر له علامة حقائق الإيمان، وأن أول شيء ينكشف بالنور الإلهي الذي يكذب في القلب يصر الحياة. نحن نعيش في حياة قصيرة، إذا أنت تنام في اليوم والليلة 8 ساعات وعشت مثلا 60 سنة فإن ثلث عمرك يخرج نوم، وإذا أنت تشتغل في الدوام الرسمي 8 ساعات فإن الثلث الثاني من عمرك يخرج في الدوام الرسمي وفي عملك الرسمي، ويبقى معك كم من هذا العمر القصير وأنت تطلب شيئا عظيما. وكلنا نطلب شيئا عظيما، نطلب محبة الله سبحانه وتعالى، ونطلب محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فما بقي معنا من الوقت لأن نحوز على هذا الأمر الكبير في هذه الحياة، لا يحاز بعد هذه الحياة ولا يمكن الحصول عليه بعد هذه الحياة، أن نحوز محبة الخالق العظيم سبحانه وتعالى. محبة الخالق العظيم، كيف نحب ربنا عز وجل ونحن لا نراه ونحن لا نشاهده في هذه الدنيا، ولكن الله عز وجل أوجد لنا مخلوقا عظيما محبوبا اسمه محمدا صلى الله عليه وسلم، بشرا مثلنا، ولكنه ليس كالبشر، بشر لا كالبشر، بشري الظاهر ملكوتي الباطن، تراه بشريا في ظاهره يأكل ويشرب وينام ولكنه ملكوتي الباطن، يشاهد الغيوب، يرى الملائكة، يرى الملائكة الكرام أمامه، يشاهد الغيوب المغيبة عن الناس، يخرج إلى مقبرة المقابر يزورها فيرى آثار نقمة الله عليها، فيرى المعذب منهم، وليس كذلك فقط بل ويعرف سبب العذاب أيضا، لماذا هذا عذب ولماذا هذا عذب ولأي سبب عذب. الله سبحانه وتعالى كما وصف نفسه عدل، لا يظلم أحدا أبدا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فيرى الغيوب، ملك بشري ظاهرا أمامنا، ملكوتي الباطن، ملكوتي الغيب. لذلك سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينام فيسمع سيدنا بلال يؤذن فيقوم إلى الصلاة مباشرة من غير أن يتوضأ، كان ينام حتى ينفخ، فإذا جاءه مؤذن الصلاة خرج إلى الصلاة، فتقول له سيدة عائشة يا رسول الله إنك نمت، فيقول لها إن معاشر الأنبياء تنام عيوننا ولا تنام قلوبنا، قلوب لا تنام، قلوب مستيقظة مطالعة للملكوت مدركة لحقائق الأمور لا تنام، إن معاشر الأنبياء تنام عيوننا ولا تنام قلوبنا. عندما كان صلوات الله وسلامه عليه يواصل الصوم رغب بعض أصحابه في اتباعه متابعة شديدة حتى في مواصلة الصوم، فواصل الصيام صلى الله عليه وسلم، فتعب ذلك الصحابي الدليل عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، فسأله يا رسول الله إنك واصلت الصيام ونحن نريد أن نتابعك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، يبيت عند ربه سبحانه وتعالى. نحن نفطر، إذا جاء وقت الإفطار لا يجوز مواصلة الصيام، ولكن هو يواصل صيامه، وبين لهم السبب إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، بشري ظاهرا لكن حقيقته عظيمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، وخصائصه كبيرة من الله سبحانه وتعالى. قال الأئمة من عظم مقام هذا الرسول عند مولاه، ولا عجب أن أحبه أصحابه، محبة كبرى عظيمة جدا، من عظم مقام عند الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل في كتابه الحكيم لم يخاطبه باسمه المجرد قط، كل لفظ يخاطبه ألفاظ الإجلال والتعظيم، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، لا توجد آية واحدة في القرآن فيها خطاب من الله سبحانه وتعالى مباشرة لنبيه، يا محمد افعل كذا أو يا أحمد افعل كذا، كل الخطابات الإلهية، وخطاب الإله شيء كبير تهتز له الجبال، صولة الربوبية شانها شان عظيم، يخاطب هذا النبي المحبوب ألفاظ الإجلال، لم ترد آية في كتاب الله يقول الله تعالى يا محمد افعل كذا أو يا أحمد افعل كذا، كل خطاب ألفاظ الإجلال، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، بخلاف الأنبياء الآخرين. هذا ليس نقصا ولا حقا في مقام الأنبياء، إنما ليعرف الإنسان درجة ومنزلة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، تعرف مقام نبيك الذي شرفك الله بالانتماء والانتساب إليه، فيخاطبه الله بهذه الألفاظ. ثم قالوا رحمهم الله إنك إذا تدبرت القرآن وتمعنت آي الله الحكيم ستجد إن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر الأنبياء في القرآن يذكرهم من غير وصف النبوة، فيقول موسى ويحيى وإبراهيم، إذا ذكر معهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر معهم رسول الله يصفهم بأنهم أنبياء ورسل،
إذا ذكر معهم ولو في السياق في غالب الآيات القرآنية، إذا ذكر معهم رسول الله ولو بالسياق ولو في السياق ولو بالضمير يذكر أنهم أنبياء ورسل، كقوله سبحانه وتعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. فإذا ذكر معهم الرسول يذكر أنهم أنبياء ورسل، إذا لم يذكر معهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم تجد أكثر الآيات القرآنية لا يذكر بأنهم أنبياء ولا رسل، يذكرهم بأسمائهم المجردة فقط من غير لفظ من غير صفة النبوة والرسالة، بخلاف المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن باسمه المجرد لا يذكره إلا موصوفا بالنبوة والرسالة. وقد ذكر المولى عز وجل اسم نبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات في القرآن، 3 بلفظ محمد ومرة بلفظ أحمد، كلها يصفه بلفظ النبوة والرسالة: محمد رسول الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. فلو حتى في الآية التي لم يذكر المولى عز وجل صفة النبوة صراحة ذكرها تلميحا ليستنبطها أولي الأفهام وليدركها أولي العقول، وهي في سورة محمد عندما قال سبحانه وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. فإذا ذكر اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يذكره الله يذكره المولى سبحانه وتعالى بأنه نبي ولا رسول. لا يوجد لفظ في القرآن باسم محمد لم يذكر الله عز وجل أنه نبي ولا أنه رسول، من عظمة مقامه. هذه دلالات مقامه عظمته عند الله سبحانه وتعالى في القرآن. فكيف عظمه أصحابه وكيف أحبه أصحابه، أحبوه محبة عظيمة حقيقية كاملة. هناك المحبة العقلية في الإنسان، ولكن الطبع أحيانا يأبأها كمحبة الإنسان للدواء المر، فتجد دواء مرا لا تريده نفسه ولا تميل إليه ولكنه يتناوله عقلا لأنه سيكون سببا في شفائه. لكن أصحاب النبي أحبوهم محبة حقيقية خامرت قلوبهم ما زجتهم غطت على جميع أنواع المحبة الأخرى. هذه الصحابية الجليلة يذكرها أهل السير رحمهم الله، سيدتنا سميرة بنت كعب الدينارية، قيل أنه في غزوة أحد هكذا روى الهيثمي وأهل السير أنها قتل 5 من أقاربها وهي امرأة، فكلما قيل لها قتل أخوك قالت: لكن ماذا فعل رسول الله؟ قتل أباك؟ ماذا فعل رسول الله؟ قتل زوجك؟ ماذا فعل رسول الله؟ عددوا 5 من أقاربها وهي تقول: ماذا فعل رسول الله؟ فقالوا لها: أما رسول الله فهو بخير. فقالت: كل مصيبة بعدك يا رسول الله جلل. انظر كيف محبة غمرت فؤاد هذه المرأة، نست أقاربها كلهم مع أن زوج المرأة من المرأة بمكان، ولكن غطت محبة كاملة إيمانية. نحن عندما نتال نسأل الله أن يفيض علينا ولو ذرات من هذه المحبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى تحيا قلوبنا بهذه المحبة. هذا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كما روى الإمام الترمذي وغيره، عندما احتضر وكان في يوم وفاته سأل أقاربه وقال لهم: أي يوم من هذا؟ قالوا: هذا يوم الاثنين. قال: إن أنا مت من يومي هذا فلا تؤخروني إلى الليل، وإن أنا مت من ليلتي هذه فلا تؤخروني إلى الصباح، فأني أشتاق إلى لقاء رسول الله. ما يريد يبقى ولو ساعات في الدنيا شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان كل الصحابة على هذا الحق رضي الله عنهم وأرضاهم، بل بعضهم كان حتى شيء مسه قالوا، كما روى الإمام أبو داود الصحابي الجليل سيدنا أبو محذورة المؤذن، هذا جاء إلى رسول الله، وكان هذا المؤذن أبو محذورة ترك ناصيته لم يحلقها ولم يفرقها، كان إذا جلس مع قومه ومع أصحابه جالسا تطول ناصيته حتى تضرب في الأرض وتسقط في الأرض. فسألوه: لماذا أنت لا تحلق ناصيتك هذه بالذات؟ لو حلق بعضها وترك البعض لكان جزعا منهي عنه. فترك الناصية وشعره، لكن الناصية بالذات لا يحلقها ولا يفرقها حتى تسقط أمامه. فسألوه: لماذا تفعل هذا؟ فقال: هذه الناصية مستها يد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فلا أقدر أن أحلقها ولا أن أفرقها. فسألوه: وكيف مستها يد رسول الله؟ قال: ذهبت إلى رسول الله وطلبت منه أن يعلمني الأذان،
فقال جئت يا أبا محذورة تريد أن تتعلم الأذان؟ قال نعم يا رسول الله. قال فمسح على نصيتي وقال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بعد أن مسح ناصيته تركها إلى أن مات حتى طال شعره. يعرف ويدرك أن هذه اليد وإن كان في ظاهرها لحم ودم ولكنها ليست يدا عادية، هي يد مباركة عظيمة. قال المولى سبحانه وتعالى عنها إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. لذلك نحن أيها الأخوان نبحث عن هذه المحبة، والحمد لله هذه المحبة مخبى في قلوب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ولكنها فقط تسترها مشاغل الحياة والانشغالات، اليوم هنا وغدا هنا ويتعامل مع الناس ومشاغل، تستر هذه المحبة، تغطي هذه المحبة، هي موجودة مخبى تحتاج إلى تحريك. إذا تحركت هذه المحبة تذوقها الإنسان. ماذا يحرك هذه المحبة؟ مثل هذه القصائد العظيمة، عندما نقرأ البردة، عندما نقرأ المولد ينصت إليه الإنسان، تتحرك المحبة المخبأة داخله. أنت لا يحتاج إلى أن تأتي بمحبة من الخارج ولا أن تأتيها من مكان آخر، هي مخبأة مدفونة في داخلك ببركة الإيمان. بعض المسلمين يشعر بها، بعض المسلمين لا يشعر بها. كان الصحابة في الزمن الأول لا يحتاجون إلى زمن في العثور على هذه المحبة مباشرة. تجد الرجل منهم قاسيا غضا فظا غليظا كافرا في الصباح بلقاء واحد مع المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقطع كل تلك المسافات وكل تلك العقبات في لحظة واحدة. كان قاسيا لا يعرف معاني الحب ولا الحب الحقيقي ولا الحب الحقيقي ولا الجمال المطلق الحقيقي، لا يدرك شيئا من هذا أبدا. صورته إنسان وباطنه حيوان، بل باطنه وحش والعياذ بالله، كما كانوا يعيشون في الجزيرة العربية كالوحوش. جاء إليهم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وحول هذه البشرية كلها على وفق المحبة والاستقامة وإدراك حقائق الأمور. لا يحتاج إلى أي زمن، في الصباح كافرا فظا غليظا، في ساعة واحدة محبا ملآنا بالرحمة بالشفقة على الصغار على الكبار على النساء على الأطفال، في لحظة واحدة تتدفق في محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نحن ببعدنا عن أنوار النبوة ومشاغلنا نحتاج إلى زمان. بعضنا يحتاج إلى 40 يوما، بعضنا يحتاج إلى سنة، بعضنا يحتاج إلى أشهر حتى يحس بهذه المحبة، حتى يشعر بهذه المحبة التي أحسها أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنحتاج إلى هذا الوقت، نقطع هذه العقبات مشاغل هذه الحياة. انظروا ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة التوبة قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم، ذكر في هذه الآية الموانع أو كيف يرتب الإنسان علاقاته مع من حواليه، مع زوجته مع والديه مع أقاربه مع ماله مع عشيرته، حتى لا تكون هذه العلاقات مؤخرة له في محبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، تؤخر عن أن يحب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، عن أن يشعر بمحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن في هذه الحياة وهي فرصة قصيرة جدا، معنا كما قلنا 80 أو 90 سنة وبالكبير وصلنا إلى 100 سنة، ولكن ما بعدنا غيوب، ما بعد هذا الموت وما بعد هذه الحياة بقى أبدي سرمدي لا يتناهى. كان بعض المفسرين يقول لو فرضنا أن هذه الكرة الأرضية نريد أن نقرب للعقول مثال قوله سبحانه وتعالى خالدين فيها أبدا، ماذا تفهم من معنى قوله عز وجل خالدين فيها أبدا؟ ماذا وصل إلى باطنك من 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 معنى قوله عز وجل أن أهل الجنة خالدين أبد الآبدين؟ كيف تتصور هذه الكلمة؟ كيف تشعر بأثر هذه الكلمة خالدين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض؟ قال بعض المفسرين تقريبا العقول، لأن العقل البشري يرتاح بضرب الأمثال وبتصور الأشياء، عندما لا يتصور شيء يكون معمى عليه، عندما يضرب له المثال يتصور. هكذا من خصائص الإنسان ومن خصائص الاستعلاء عند الإنسان سبحان الله أنه يحب أن يعرف كل شيء ويريد أن يعرف كل شيء، وحتى إذا لم يعرف هذا الشيء إذا عجز عن شيء ما يريد أن يعرف كيف. لو عجزت أنت عن صنع جهاز أو جوال في يدك ما تقدر، تريد أن تعرف كيف يستخدم هذا الجوال، كيف صنع هذا الجوال، داخلك رغبة في العلم في الاطلاع. هكذا الخصائص التي خلق الله عليه هذا الإنسان المخلوق الغريب، خصائص الروح وخصائص العقل التي داخله وخصائص النفس البشرية، خصائص غريبة. مخلوق مؤهل أن يكون خليفة عن الخالق العظيم، لأن تمد يده بقوة من الله يبطش بيد الله، لأن يمد
بصره بقوة من الله، يبصر ببصر الله، يسمع بسمع الله. انظر هذا المخلوق، هذه الجوارح التي فينا ممكن أن تمد بقوة إلهية من الله، يصير الواحد منا يسمع بسمع الله عز وجل. روى الحافظ أبو نعيم في كتابه الحلية بسند صحيح عن رجل من أصحاب رسول الله، وقال له أبو قرصافة، قال كان هذا أبو قرصافة في المدينة، وكان ابنه في أحد في ذهب في القتال في بلاد الروم، وأسر في بلاد الروم، وبقي ابنه في المدينة، أبوه في المدينة، وكان أبوه هذا كل وقت صلاة يخرج إلى سور المدينة أو إلى ما يقارب خارج المدينة المكان مكان العمران، وينادي على ابنه هذا يا قرصافة الصلاة يا قرصافة الصلاة يا قرصافة الصلاة. فالناس في المدينة يقولون له تنادي من أنت؟ ابنك بعيد جدا، كيف أنت تناديه؟ يقول اتركوني إن ابني هذا يسمع ندائي وهو يتحيى بالصلاة. كان السجن مع ابن هذا قرصافة في السجن، إذا دخل وقت الصلاة يقوم هذا الابن ويهتز ويقول أنا أسمع صوت أبي يقول الصلاة الصلاة. فيقولون له نحن لا نسمع صوت أحد، نحن معك في هذا المكان، كيف أنت تسمع ونحن لا نسمع؟ فيقولهم قوموا بنا نصلي، فقد حان وقت الصلاة. فكانوا يصلون تقليدا له لمعرفته بدخول الوقت، فيصلون معه، وبقيها على هذا الحال حتى أفرج وأطلق من السجن وعاد إلى المدينة. فلما عاد إلى المدينة جاء أهل المدينة يقولون للسجن هؤلاء إن هذا قرصافة، إن أبا قرصافة يخرج كل يوم في وقت الصلاة وينادي على ابنه الصلاة الصلاة، هل تسمعون شيئا؟ فيقولون لهم ونحن كنا مع ابن هذا ويزعم أنه يسمع صوت أبي هذا ويقوم بنا إلى الصلاة. انظر كيف وصل الصوت هذا وكيف سمع الابن فقط لم يسمع الآخرون. قالوا سبحان الله، لأن هذا الابن كان فاتح جهاز القلب، حقه قلبه مفتوح، مثل أنت تغلق جهاز الاتصال والناس ترسل لك رسائل لا تفهم من اتصل عليك ولا من كلمك، لكن الابن هذا كان بينه وبين أبيه خطوط الاتصال مفتوحة، أبوه يناديه وجهازه مفتوح فسمع ولم يسمع الناس الآخرون. فنحن الحمد لله عندنا هذه الإمكانية، لأن تمد قلوبنا، لأن تمد جوارحنا بقوة من الله في فترة هذه اليسيرة البسيطة فقط، فترة 60 سنة وليست كلها، 8 سنوات نوم، وحتى هذه 8 ساعات أو 4 ساعات أو 6 ساعات نوم، احسب وقتك، إذا كنت تنام 8 ساعات في اليوم والليلة، 6 ساعات بالليل وساعتين بالنهار البيلولة أو ما شابه ذلك، فاعلم أن 20 سنة تخرج من عمرك نوم، وممكن هذا كله أن يحسب لك إذا بت طاهرا ذاكرا لله عز وجل. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسند صحيح قال من بات طاهرا ذاكرا لله عز وجل كتب مصليا إلى أن يستيقظ. وورد أيضا في حديث صحيح أن قال صلى الله عليه وسلم من بات طاهرا ذاكرا لله عز وجل بات في شعاره ملك، فلا ينقلب في الفراش قلبه إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك هذا، اللهم ارحم عبدك هذا. ملك عندك عند رأسك جاهز خاص، كلما انقلبت في الفراش قلبه يدعو ربه اللهم اغفر لعبدك هذا، اللهم ارحم عبدك هذا، فقط بالوضوء أن تبيت طاهرا ذاكرا لله سبحانه وتعالى. فكل أوقاتنا التي تمر علينا ينبغي أن نصرفها في الطاعة مع الله سبحانه وتعالى، وفي تحقيق هذا الهدف، أننا لا نخرج من هذه الحياة إلا وقد تذوقنا روح الإيمان وحقيقة الإيمان، وهي محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونتذوقها كما قلنا نحرك الإيمان. كان بعض الدعاة إلى الله يقول أن الإيمان في القلوب كمثل كوب من الشاهي ووسطه السكر وفوقه الملعقة، فإذا أنت حركت هذا السكر تذوقت حلاوة الشاهي، إذا أنت لم تحرك هذا السكر لم تتذوق حلاوته. الإيمان في القلوب، إذا نحن حركنا هذا الإيمان في قلوبنا تذوقنا حلاوة الإيمان، وحلاوة الإيمان وروحه محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا لم نحرك هذا الإيمان في قلوبنا لم نتذوق حلاوة الإيمان. ستجد بعض المسلمين يتثاقل عن الصلاة، وستجد بعض المسلمين يتثاقل عن مجالس العلم ويراها طويلة ويرى خطب الجمعة طويلة، لأنه لم يتذوق الحلاوة المخبأة داخله. لو أطال خطيب الجمعة الخطبة يوم من الأيام ستراه يتململ ويتضايق إلى متى، ولكنه لو جلس يشاهد مباراة كرة القدم لن يتململ أبدا حتى ولو طيلت كذا كذا ساعة.
ولكن سيتململ. لو جلس يقرأ القرآن سيبدأ يتضايق ويقول يكفي، هذا الوقت طال، لأنه لم يحصل بالارتباط بين الروح والجسد. هناك انفصال، الروح في عالمها والجسد في عالمه. لكن عندما تبدأ العلاقة بين الروح والجسد يبدأ يتذوق. وأول درجة من درجات ذوق الإيمان ومحبة الرسول كما سمعنا في كلام الشيخ المفتي والشيخ عبد المعز، نتراحم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. جاء رجل إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، إني لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وقال: ماذا أصنع لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ إذا كان علامة رحمة الله لك، انظر تفعلك مع البشرية، تتألم لواقع البشرية، تتألم لواقع الناس، علامة أنك مرحوم من الله عز وجل. من لا يرحم لا يرحم. وبعد الرحمة هذه تأتي المحبة. أولا يحيى القلب بالرحمة ويبعد عن القساوة والغلظة والفظاظة، ثم تأتي المحبة. والمحبة جنة تمتد من محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن أسماء الله الحسنى، وتصير حياتك هذه جنة حقيقية، كل دقيقة فيها تزداد نعمة، تزداد لذة. تعرف سر الحياة، سر أن الله عز وجل أعطانا هذه الفرصة. كل يوم أنت ترغب في الزيادة، كما قال القائل: وكل يوم وهو في سعادة على التقى يرقى، وكل يوم وهو في زيادة على التقى يرقى ذر السعادة. كل يوم أنت في سعادة، كل يوم أنت في زيادة، كل يوم تطلب من الله طول العمر. تعرف سر العمر. الآن كثير من المسلمين ومن غير المسلمين لم يعرف سر العمر، سر الحياة فرصة واحدة، فيجد عمره وروحه ونفسه بسيطة جدا، سهلة رخيصة، وهي أغلى شيء. كل دقيقة أبدية سرمدية بالنسبة لك أيها المسلم، فحافظ عليها. وخصوصا في مثل هذه البلاد ما شاء الله وجود المسلمين نور وبركة لغير المسلمين، وسبب لهداية الناس. كلما تقارب المسلمون مع غير المسلمين كان سببا لهداية الناس. نحن المسلمين لسنا أمة منعزلة، لن ينعزل الواحد منا لفترة، قد ينعزل الواحد منا لعلاج، قد ينعزل الواحد منا فترة محددة، كما اعتزل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتعبد ربه سبحانه وتعالى في غار حراء. أنت قد تحتاج إلى أنك تنعزل وأنك تختلي مع نفسك 10 دقائق، تطهر باطنك من مشاغل الحياة، من الالتفاتات، حتى تدخل في الصلاة بحضور من الصباح إلى الليل. يكلم هذا ويخاطب هذا ويتخاطب مع هذا، متى قلبك يتوجه نحو الله عز وجل. فتحتاج مثلا 5 دقائق، 10 دقائق، تجلس في غرفة مستقبل القبلة أمام الاسم الأعظم الله، أو أمام لفظة لا إله إلا الله، من غير أن تنشغل بشيء، حتى قلبك يتوجه نحو الخالق. تصير ما تنشغل هذه العزلة أو الخلوة دواء لكل مسلم. من لم يكن بها، من لم يعملها، سيبقى مشتتا مع الحياة، لن يقدر أن يوجه باطنه إلى المولى سبحانه وتعالى. حتى في الصلاة ستأتيه الخواطر، حتى إذا دخل في الصلاة سيظل يفكر، مع أنه حضرة الربوبية، حضرة الصلاة، المفروض أن الإنسان ينقطع فيها تماما. فقد تحتاج إلى هذه 10 دقائق تجلس فيها بمفردك، تتذكر فيها نعمة الله عز وجل عليك من الصباح إلى المساء، وتحاسب نفسك. فإن استيقظت في الصباح وقلت أذكار استيقاظ من النوم: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، فقل الحمد لله. فإن استيقظت في الصباح ولم تقل هذا الذكر، فارجع إلى ربك، استغفر الله، أنا قصرت في هذا اليوم. إن كنت قد ركعت ركعتي الفجر في الصباح، فقل الحمد لله، هذا بتوفيق، هذا بتوفيق، يراه الأولياء النور يخرج إلى رأس الإنسان ويحركه بتوفيق من الله. فإن كنت لم تقم بركعتي الفجر فاستغفر، استغفر الله، أنا قصرت. وهذا سيعينك على محاسبة نفسك أنها تبقى. قمت إلى وقت الظهر، إن كنت ركعتين قبل الظهر، فقل الحمد لله، هذه الركعتان أو هاتان الركعتان خير من الدنيا وما فيها، دنيانا كلها منقضية منتهية خيال. من نظر إلى الدنيا بعيني راسه رأى خيالا وزورا، ومن نظر إلى الدنيا بعيني قلبه رأى هباء منثورا. كانت غير موجودة وستكون غير موجودة، ونحن مارون فيها فترة فقط محددة، نستفيد الربح مع الله ونتسبب في هداية هذه البشرية، ولذلك نكون أسباب وجود المسلمين. ما شاء الله خير كبير، لأنه باختلاطهم بغير المسلمين، سبحان الله، الله قادر على هداية البشر، لكن ربط أسباب، هكذا أسباب. لا تأتي الهداية للبشرية من غير سبب. أسباب: الكلام سبب، والشيخ سبب، والمعلم سبب، والتذكير سبب، والكتابة سبب. الهادي الحقيقي الله جل في علاه، هو يهدي من يشاء، ينتقي العباد انتقاء، يختار البشر اختيارا. انظر، يهدي من يشاء،
نحن نكون أسباب كالأنبياء لهداية البشر. أخلاقنا سبب، علمنا سبب، تذكيرنا سبب، كتاباتنا سبب، إعلامنا الذي يتكلم مع الناس سبب فقط لا غير. الله الهادي، و80% من أسباب الهداية الباطنة الدعاء، إن هذه البشرية تهتدي إلى الخالق العظيم كما قال الدكتور، تلتفت أنظار قلوبها، ليست أنظار العيون الآن، أنظار الرؤوس تلتفت إلى مظاهر الإسلام، ولكن قلوب أنظار القلب يلتفت إلى الإسلام، يلتفت إلى الدين، إلى هداية هذه البشرية التي يتخبطها الشيطان ويريدها أن تكون تبعا لمشروعه في الأرض، المشروع الفاني، ونحن نريدها تكون تبعا لمحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والعفو أنا طلت عليكم، ولكن نسأل الله أن يحيي قلوبنا بهذه المحبة إن شاء الله، ويخلقنا بأخلاق النبي المصطفى، ويعرفنا سر الحياة، ويجعلنا من المسعودين في هذه الحياة وفي الحياة الأخرى إن شاء الله، ويكون وجودنا وجودكم سببا للهدايات وسببا للسعادات. ولا أنسى نذكركم في هذا اليوم الجمعة العظيم، ما هو يوم الجمعة؟ 24 ساعة، 12 ساعة ليل و12 ساعة نهار، غدا إذا صلينا المغرب انتهى يوم الجمعة، يوم عظيم جليل، حتى الغيب يتأثر له. ورد في حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلعت شمس الجمعة لم تبقى بهيمة ولا جبل ولا شجر إلا يخاف من يوم الجمعة، لأن القيامة ستقوم في يوم الجمعة. نحن نعرف أن القيامة ستقوم في يوم الجمعة، ونعرف أنها ستقوم في وقت الظهر، ونعرف أيضا أنها لن تقوم إلا إذا رأينا 10 علامات، ونعرف أن هذا اليوم هو يوم المزيد في الجنة، يوم لذة النظر لوجه الله الكريم مثل هذا اليوم. قال الإمام يحيى بن معاذ الرازي: إذا اجتمع المسلمون في ساحات النظر لوجه الله الكريم في الجنان، وكشفت الحجوب عن قلوبهم، الله سبحانه وتعالى ليس بمحجوب، نحن المحجوبون، كشفت الحجوب عن القلوب، تغور أعينهم في رؤوسهم لمدة 800 عام من لذة النظر لوجه الله الكريم، ثم يتملون، مثل ما أن الله سبحانه وتعالى الآن ناظر إلينا ومطلع علينا من غير أن يكون محصورا في جهة ولا في مكان، كذلك يوم القيامة نحن سننظر إليه من غير أن يكون محصورا في جهة ولا مكان، جزاء للمؤمنين الذين عبدوا ربهم سبحانه وتعالى. فيوم الجمعة هذا يوم عظيم جدا، كل ساعة فيه مباركة، من الليلة البركة حاصلة، فينبغي لك أن تحافظ على 5 سنن لا تتركها، حتى ينكشف للقلب سر الجمعة، ينكشف. هذا ديننا دين الغيوب سبحان الله، ودين ليس فقط مجردا ظاهرا يقول أصلي وأصوم، حتى تعرف أسرار الدين لتتشبث به. فحاول المسلم أن لا يترك هذه 5 سنن في يوم الجمعة أبدا، حتى تنكشف بركة الجمعة للقلب، فحين ذن تعرف عظمتها كما عظمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تنسى في يوم الجمعة قطعا، وأغلب المسلمين يعملون هذا، ولكن للتذكير وللزيادة وللاستحضار الغسل يوم الجمعة، واستحضار النية عندما تغسل، أنت في غسل عبادة، ليس غسلا مجردا للتنظف أو للتبرد، غسل عبادة. والرسول يقول عن غسل الجمعة هذا كما روى الإمام أحمد بسند صحيح: غسل يوم الجمعة يسل الخطايا من أصول الشعر استلالا. وفي رواية عن رسول الله قال: اغتسل، كما روى الإمام ابن عساكر: اغتسل ولو كأسا بدينار، لو كان كاس وكوب وإبريق، لو كان الكاس الماء بدينار ذهب خالص، أنت اشتريت 20 كاسا أو 30 كاسا واغتسلت بها يوم الجمعة، أنت الرابح المستفيد. ولن تعرف قدر هذا الغسل يوم الجمعة إلا عندما تغسل بعد الموت، عندما يغسلك الناس بعد الموت 9 غسلات أو 7 غسلات على مذهب الشافعي، ويمررون الماء على جسدك، ستعود روحك بذاكرتها كم مرات اغتسلت لأجل الله، وستعرف هذا الغسل يوم الجمعة كيف كنت تغسل لأجل الله سبحانه وتعالى في يوم الجمعة، غسل عظيم. والخصلة الثانية في يوم الجمعة حافظ عليها: قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة. والحديث الذي يحث على قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة أقوى سند من الحديث الذي يحث على قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة، ولكن العباد والزهاد يقرؤون لسورة الكهف ليلة الجمعة ويوم الجمعة. احرص على قراءتها، لا تتركها أبدا، إن لم تقدر على قراءتها كلها اقرأ بعضا منها، اقرأ 10 الآيات الأول، اقرأ نصف سورة الكهف، ولا تتركها في يوم الجمعة ولا ليلة الجمعة، فبركتها عظيمة، وخصوصا آخر الزمان قراءة 10 الآيات من سورة الكهف تولد وتوجد عند المسلمين مناعة من الكذب، أنه يصدق الكذب. نحن الآن سنصدق الكذب، انظروا التلفزيونات والمسلسلات والأفلام كذب، ونصدقها ونستغرب منها ونتفاعل معها، بعضنا يبكي عندما يراها ويشاهدها، فهو يدرك أن هذا كذب،
الضرب الذي فيها ليس حقيقيا، والبكاء الذي فيها ربما لا يكون حقيقيا، لكن يبدأ الناس يصدقون الكذب، تمهيد لتصديق الكذبة الكبرى. الكذبة الكبرى كذبة المسيح الدجال، أن يدعي هذا المخلوق أنه إله وأنه رب، والعياذ بالله. فعند قراءة سورة الكهف تشرب بركات الآيات عليك، ومنها أن تكون عندك كالمناعة النورانية من الكذب، خلاص ممنوع، حتى أكبر كذبة لا تقدر أن تؤثر عليك، وهي كذبة المسيح الدجال. أكبر خديعة للبشرية خديعة المسيح الدجال، عندما يصدق الناس فكرة الإله البشر، فكرة الإله الأحد، فكرة الإله الذي المخلوق، مخلوق وإله. انظر كما بعض الناس يصدق بإلهية سيدنا عيسى أو سيدتنا مريم أو غيرها أو جبريل أو غير ذلك، إله مخلوق خديعة للبشر أجل يكونون مع المسيح الدجال. فسورة الكهف بركاتها عظيمة في يوم الجمعة بخصوص، ولو 10 آيات ولو نصف آية. والخصلة الثالثة في يوم الجمعة العظيم، هذا عيدنا المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم عيدنا الناس لنا فيه تبع، بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا نحن السابقون الآخرون. فلا تنسى أيضا في يوم الجمعة التبكير، يحاول بأقصى جهده إذا كان مشغولا أو مربوطا في مؤسسة أو في وظيفة أو في عمل أو في غير ذلك، أن يكون قبل صعود الخطيب المنبر وقول السلام على المسلمين أن تكون ما شاء الله في المسجد. فقد ورد حديث بسند صحيح أن لله ملائكة على أبواب الجامع معهم صحف من ذهب وأقلام من ذهب يكتبون المهجر الأول فالأول، كلما دخل إنسان كتبوه. فإذا صعد الخطيب المنبر طوت الملائكة صحفها وجلست تستمع الذكر والقرآن. انظر قال الشراح هذا ذهب الآخر ليس كجنس ذهب الدنيا، يطوى أي صحيفة من ذهب تطوى وأقلام من ذهب تطوى، وتجلس الملائكة تحت المنبر تستمع الذكر والقرآن. فحاول بكل وسيلة أن تكون قبل أن يقول الخطيب السلام عليكم أنت موجود، ولك بكل خطوة حسنة، بل بكل خطوة عبادة سنة. قال صلوات الله وسلامه عليه كما روى الإمام أبو داود بسند صحيح وغيره، من يوم الجمعة من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام، وهذه كلها ليست بقيود أفضلية فقط، ودنا من الإمام كتب الله له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عبادة سنة، صيام نهارها وقيام ليلها. كم جمع حضرناها؟ كم خطوات؟ وإن ذهبت بالسيارة تقدر، لو ذهبت ماشيا كم عدد خطواتك من بيتك إلى المسجد إلى الجامع؟ كل خطوة بعبادة سنة، صيام نهارها وقيام ليلها. لذلك قال الرسول عن هذا اليوم العظيم يوم الجمعة يوم أضل الله عنه اليهود والنصارى، كانوا يريدون الجمعة أخطأوا، كان النصارى يريدون الجمعة أخطأوا، صار ولا أحد، خبأه الله لأجل نبيه المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم. فنذهب يوم الجمعة ما شاء الله قبل أن يصعد الخطيب المنبر. وخصلة رابعة فقد رواها الإمام البزار بسند الحسن وابن السني بسند المتكلم فيه، بعد السلام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، تجلس في مكانك وتقرأ هذه السور كل سورة 7 مرات، ماذا سيحصل لك؟ ماذا ستحصل عليه؟ الرسول قال صلى الله عليه وسلم من قرأ هذه السور 7 مرات يوم الجمعة وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم أعطاه الله من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله، وثانيا وحفظه من السوء إلى الجمعة التي تليها. هل توجد شركة تأمين تعطيك ضمان وأمان أنه لن يصيبك أي سوء إلى الجمعة الأخرى؟ ما يوجد. هل توجد شركة تقول لك أنت في ضمان لن يصيبك أي مكروه خلال هذا الأسبوع، لن تصاب بأي مرض، لن تصاب بأي حادثة، لن تصاب بأي بلاء، ضمان تقدر؟ النبي محمد ضمن للمسلم الذي يقرأ هذه السور أن لا يصيبه مكروه إلى الجمعة التي تليها، وغفر له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. وختامها في يوم الجمعة العظيم أن نصلي على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، نصلي 100 مرة 200 بعد الفجر. ورد حديث صحيح عن الرسول يقول صلى الله عليه وسلم من صلى علي بعد صلاة الفجر 100 مرة قضى الله له 100 حاجة، 70 من حوائج الآخرة و30 من حوائج الدنيا. ومن صلى علي بعد صلاة المغرب 100 مرة قضى الله له 100 حاجة، 70 من حوائج الآخرة و30 من حوائج الدنيا. جرب هذا الحديث، بعد صلاة الفجر 100 مرة وبعد صلاة المغرب 100 مرة، والتزم التزام صارم، ولا تقول إن حاجاتي لم تنقضي إلا بعد سنة. تقدر تلتزم سنة كاملة صلي على الرسول بعد صلاة المغرب 100 مرة
بعد صلاة الفجر 100 مرة، ستأخذ من وقتك دقيقتين فقط، لا يوجد وقت كثير، فقط دقيقتين بعد الصلاة مباشرة. بعض العلماء حتى يقدمها على الاستغفار، استغفر الله سبحان الله مباشرة بعد السلام، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم، بصيغة الضمير 100 مرة بعد صلاة الفجر. ولا تكون أنانيا تدعو لنفسك فقط وتريد حاجاتك فقط ومتطلباتك فقط. وما هي متطلباتنا؟ انظر لو قيل لواحد منا قم لك 70 حاجة، ماذا تريد؟ اطلب. بعض الناس أمانيه تافهة جدا ومتطلباته بسيطة، ربما يريد فقط يعني أشياء بسيطة جدا، مال أو ما شابه ذلك أو شيء، ما يعرف المتطلبات الكبرى، المتطلبات العظمى في الدنيا وفي الآخرة. أكبر طلب لا تنساه أبدا أن يكون آخر كلامك من الدنيا لا إله إلا الله. من المتطلبات الأساسية التي تطلبها من الله عز وجل أن تكون في قبرك غير مستوحش، آنس في قبرك، هذا تتطلب. كل واحد منا سيدخل قبره ويكون يطلب من الله أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة، طلب دائما تحث عليه لأنك ستدخل القبر وكلنا سندخل قبورنا، فهذا طلب أساسي في المستقبل ينتظرك. ثم طلب ما تريد من أمور هذه الحياة، ستنتهي طلبات بعض الناس عند الطلب 25، طلب الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر، ستنتهي طلبات. ماذا تريد بعد ذلك؟ انظر، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم 100 حاجة، 70، لكن يحتاج فقط الالتزام يوميا لمدة 40 يوم، ثم 40 يوما، ثم شهر، ثم شهرين، ثم سنة، ثم ستجني الثمرة، سترى عظمة الدين وقرب الله سبحانه وتعالى من عباده ورحمة الله عز وجل بالعباد وهم معرضون عنه. فنصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى نسأل من الله عز وجل الهدايات لهذه البشرية وترسيخ الإيمان في قلوبنا، ولا نخرجنا من هذه الحياة إلا وقد أذقنا برد عفوه وحلاوة مناجاته، واجعلنا وإياكم من المتحابين فيه والمتزاورين فيه، ونفعنا سبحانه وتعالى بشيوخنا وعلمائنا، ونفعنا سبحانه وتعالى بصالحينا، واجعلنا وإياكم من العباد الصالحين، واجعل أهالينا وأهليكم من الصالحين، ونسأله أن يحفظ الأولاد والبنات والذريات إلى يوم الدين من جميع الفتن والمحن الباطنة والظاهرة، وأن يرسخ الإيمان في قلوبهم ويجعلهم من الهداة المهتدين وحزبه المفلحين، وأن يجعل كل واحد منكم أسبابا لهداية البشرية وسعادة البشرية ونشر أخلاق الرسول في هذه البشرية ظاهرا وباطنا، وكما جمعنا في هذه الدار يجمعنا في فراديس الجنان وفي برازخ الأنوار وفي جنات تجري من تحت الأنهار، وأن يبقى هذا المكان معمور بالعلوم النافعة إلى يوم القيامة. انظر هذا دار، نحن سنرحل، يمكن يبقى هذا أجيال في المستقبل، يحتاج إلى ماذا؟ إلى حاجتين حتى تكون عمارته حقيقية، يحتاج إلى أن يعمر بالعلوم النافعة إلى يوم القيامة، ويحتاج أن يعمر بالأعمال الصالحة الخالصة لله عز وجل المقبولة عند الله. خلاص يموت الشيخ معز، يموت هذا الجيل كله، يبقى هذا المكان معمور بالأخيار والصالحين والصالحات، الجماعات موجودة، الدروس موجودة، الخير موجود، الذكر موجود، المؤسسون له والذين كانوا يحضرون إليه سيفرحون بعد الموت عندما يرون هذه الأماكن نورها لا ينتهي بموت مؤسسها ولا ينتهي بموت الموجود فيها. أن الحياة امتداد مرحلة، ونحن الآن في مرحلة وقد مررنا بمراحل، وسندخل البرازخ وسنجلس في البرازخ في القبور وسنتعارف في البرازخ، إذا متنا أرواحنا ستتلاقى، وإذا دخلنا الجنة لن ننسى أيام الدنيا، سنتذكر أيام الدنيا، ربما نتذكر هذا المجلس، ونسأل الله أن يجعلنا نتذكره إن شاء الله إذا دخلنا جنة الله عز وجل، نلتقي نحن هؤلاء الأخوان، كان هذا جاء عندنا من بلاد اليمن وكنا التقينا في بلدة كذا وكنا عملنا مولدا يوم الجمعة، هل نتذكر هذا يوم الجنة؟ سنتذاكر، الذاكرة لا تنقطع بالموت بل تبقى حتى بعد الموت في البرزخ وفي القبر إلى الجنة، نتذاكر هذه الحياة. والآن نجد أن نتسبب في هداية البشر، فنسأل الله أن يحقق طلباتنا إن شاء الله، ويعطينا أمانينا الظاهرة والباطنة الدنيوية والأخروية البسيطة والكبيرة الحقيرة والعظيمة، يعطينا كل ما طلبناه، ويقوي سبحانه وتعالى في رضاه ضعفنا، ويأخذ للخير بناصيتنا، ويجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم أن ضعف فقونا، وأدل فعزنا بطاعتك، إن قلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، إن قلنا من ذل المعاصي إلى عز الطاعات، وقونا يا مولانا في طاعتك ورضاك، واجعلنا
أسبابا لهداية هذه البشرية، وخلقنا بأخلاق الرسول الكريم، ومد قلبنا من قلبه، ومد علمنا من علمه، وروحنا من روحه، وخلقنا من خلقه، واجعل روحه دائما حاضرة معنا، واجعله ناظرا إلينا، واجعلنا وهؤلاء الأخوان المتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتعاونين على ما يرضيه، ولا ترينا بعد مقامنا هذا في وجه مؤمن ذلة، ولا في وجه كافر إلا هداية. اهدي هذه البشرية واجعلنا أسبابا لهداية البشرية، أعزنا وياهم بطاعتك وقربك، واحفظنا من البلايا والآفات ظاهرا وباطنا، والعفو على الإطالة، والسلام عليكم.